قال عليه الصلاة والسلام بيغمبر صلى الله عليه وسلم اتى أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. بيغمبر صلى الله عليه وسلم اتى من قيامات كنندا بتن كش نسلنن أفندس بولرمن هم من مقتن من وبيدي لواء الحمد ولا فخر منم قلمدا مقتو بيرغي بولر هم من مقتن من وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي بارلق بيغمبرلر ده أدمنن اللهنن أنا سلامناري بولسن باشلاب أنردان سن جيبرغنناري ده منن بيرغم أستندا بولرلار وأنا أول شافغ وأول مشفع ولا فخر هم من برنش شفاعت قلوشي هم شفاعت سراب مراجعات اتكن برنش كشي بلاشاق من هم من مقتم من